السلام عليكم، مرحبا فيكم في تختيم لعبة Little Nightmares الجزء الأول. في الحلقة اللي راحت خلصنا الشابتر الثاني من اللعبة، وإن شاء الله في فيديو اليوم بنلعب وبنخلص الشابتر الثالث. إذا ما أنت مشترك في القناة اشترك وحط لايك للفيديو، ولا تنسى تفعيل جرس التنبيهات، ويلا بدون مقدمات زيادة خلونا نبدأ. أوكي، هذا المكان اللي وصلنا ليه في الحلقة اللي راحت بعد ما هربنا وواجهنا الجانيتور، بعد ما سكرنا عليه الباب الليفت وتقطعوا ايادي الطويلة. وانا اذكر بعد ان هذا الشابتر قصير، عموما اللعبة هذه حتى الثانية شوي قصيرة، انا اتمنى ان يعني يخلوهم اطول. شوف الجوت الصغير الموجود هناك، الحين نتعلق على هذا. طبعا هذه الكيس في شو اسمه جثة اطفال ياخذوهم عشان يطبخوهم، وهنا اول نظرة الى الطباخ اللي هو الوحش اللي بنواجهه في هذا الشابتر. اوف، الحين هذه الموجة الثالثة من الجوع، الجوع اللي كانها مرة بتموت. طبعا في المرة الأولى أكلت خبز، في المرة الثانية أكلت قطعة لحم، نشوف ايش بتاكل هالمرة. هذه فيران، سمعت الصوت؟ عندنا هنا فخ فيران وطلع صوت، فبنشوف ايش بتاكل الحين. اوبا، فار مسك بالمصيدة. جوعها قاعد يتطور، ولو نركز بعد هذا هو الظل مرة ثانية طلع، كل مرة تاكل يطلع. أكلها كل مرة يصير يخوف أكثر، أول شي أكلت خبز لحم، الحين فار حي. طبعا اليوم انا قبل اصور جاء خبر ان اللعبة الثالثة من Little Nightmares 3 هي المفروض انها تنزل سنة 2024، طلع خبر تأجيلها الى سنة 2025، فانا صراحة كنت متوقع شوي هنا في مكان سري، لان اعلنوا عنها سنة راحت والحين وصلنا الى نص السنة وما اعلنوا عن موعد شو اسمه الاصدار، فانا توقعت انه يا اما بتنزل نهاية السنة او بخلوها لبداية السنة الجاية. شوف كيف الصور الغريبة، هذا نفس التمثال بس بعين واحدة. يلا كسرنا التمثال اللي هو كولكتبل، نرجع مرة ثانية. الحين احنا وصلنا الى المطبخ، نحرك هذا نستخدمه عشان ننط هنا، وبقوم وصلنا المطبخ. تسمع صوت السكين. طبعا هذا الجزء هو اول جزء انا شفته من اللعبة اول ما تم الاعلان عنها، شفت هذا الجزء دمو، هذا بالضبط هذا هو الطباخ. نسيت انا، شوف يقطع قطع كبيرة، كيف ان هذه القطع يكونوا اطفال؟ طب هنا قبل يشوفنا، طبعا هذا عكس الثاني كان ما يشوف بس هذا يشوف، ما شاء الله عليه دبدوب. بس نتحرك شوي شوي عشان اللي يشوفنا. ممتاز، اوكي زين ضيعني. رجع لشغلك حبيبي، رجع لشغلك. ايوه ممتاز، بح ايوه، لا ما انا تحت الطاوله، انا ارجع بش اسمه اطبخ لك كم حاجه. هلا بس يروح قبل لا اتحرك، انا بشوفني
او ببهر السمكة ها بملحها. ممتاز يلا يبغون نروح الى الخزانة اللي هناك نركب فوق عشان نتسلق فوق هنا. اوكي ما راح ما راح ما راح انتبه انتبه. اين احنا نروح؟ ايه بالنهاية يبغون نجي نفتح هذا الباب بس ما ندري وين المفتاح. شغل هذا بس خد هذا عشان نرميه ويسمعنا. اه اوكي شافنا شافنا. مع السلامة دبدوبي. اوكي بس مو اطيح. باي باي. اوكي شو 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 لا تنط لا تنط بقوة. نايس. طبعا حنشوف السمك هذا شو اسمه يعطينا تلميح على احنا وين وشو هذا المكان اللي احنا فيه. وندخل لهالشيء الغريب تويلت جنب بعض اثنين مره شيء غريب شيء مقزز. نولع الشمعة هذه نشوف هالصورة بعد صورة غريبة. هذا يعطينا بعد دليل على ليش في اثنين منهم لان هذا الاخ الطباخ عنده توأم مو لحاله في اثنين منهم. هذا هو الثاني نايم ماخذ له غفوه المفروض نقعد الحين. صح النوم لكن هذه صورتهم فيهم فرق خفيف. وين المفتاح؟ هنا المفروض نحصل مفتاح. اه هذا هو المفتاح. خلي يروح اول شيء. اوكي يمين يسار يمين يسار يمين يسار. مفروض ان في نوم هنا ممكن غلطان انا. ايه هنا في الحمام مفروض في نوم. نوم هي المخلوقات اللي راسها مثلثي. لا افتح الباب. اه تعال مشي جاي. لا تعال. او هذا ما نقدر نمسكه نقدر نمسكهم في الدي في الاضافه. وين المفتاح انا حطيته؟ او الحين يبغون نرجع للباب اللي كان مقفل في المطبخ ونفتحه. هيا بنا. وقبل لا نروح هذا في نوم ثاني بس خلي المفتاح هنا. في نوم داخل هالغرشة بس اول ما نرميها بيجي الطباخ. انزلي انزلي انزلي. طبعا ما ادري ليش الطباخ يعني ما شو اسمه يشوف النوم وياخده بس ياخذنا احنا. لا اوكي النوم تغبى. اوكي داكي داكي طلع مو غبي. يلا رجع حبيبي. تعال نحضنه هذا قبل لا نروح. والحين نروح ونفتح الباب. ناخذ المفتاح لا ننساه اهم شيء. شوي شوي انتبه. هذا هو تغبى منه اللي كان بيجي منه. اوكي راح من هنا. اهرب اهرب اهرب. اركضي اركضي اركضي. ممتاز اوكي وصلنا.
لا 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 افتح الباب. ممتاز. نكمل من هنا نوصل لهذا اللي يعتبر كان لغز بس مو لغز يعني بسيط. هذا نوم ثاني. اتوقع عليهم تروفي لا حضنتهم كلهم. يبغونه ان نفتح هذا وش اسمه نسوي نقانق او ساسج ما ادري وش الفرق بينهم لاني ما اكلهم انا اصلا عشان اعرف الفرق. اوكي هذه قطع اللحم الموجودة هنا اللي هي مستحيل تكون قطع لحم من اطفال. شوف حجمها اكبر من 6. فيها 6 لو سمحتي. ممتاز حبيها. قبل لو نروح هنا في سر كان في دمية. كسرها. نايس. هنا في شيء غريب بعد. فار ياكل نوم او نوم في شيء. يمكن ميت يمكن عايش احنا ما ندري. ما علينا نكمل. يبغى لنا الحين قطعة لحم ثانية بس موجودة هنا فوق كما اذكر. اوكي هذه هي. اوب. نايس. حرك هذا وكذا نكون خلصنا ويمدينا نروح للمكان اللي بعده. نايس. نجي هنا بس وننزل القطع. نايس. ونفرمهم كده. بعد ما فرمناهم صار لنا زي الحبال نقدر نستخدمه عشان نروح هنا. اوب ممتاز. يلا الحين اتوقع نروح هذه الثلاجة. المكان كله بثلاجة بثلاجة. اوكي هذا يبغوا مفتاح ثاني بس اول شيء نروح من هنا. ها واذكر الحبيب بيكون جاي. هذا التوأم الثاني طبعا تقدر تفرق بينهم شوي. جبنة. هذا اللي قطعة جبنة. الحين فرصتنا عشان نروح. توقع بيسمعنا الحين. سمعنا. ايه فبيلحقنا الحين فيبغونا نروح هنا بسرعة بسرعة. اوكي يعني يبغون نستنى ما نقدر نروح ما نقدر نروح مكان من هنا. ما في مكان. وش على بدوبي؟ اوكي اللي نحتاج احنا الحين المفتاح. استعجلت انا. يحط ايده. اوكي ما في طاوله هنا يا حبيبي. يلا رجع رجع رجع. شوفوا قاعد يحك وجهه من تحت. هذا اللي فوق مو وجهه هذا قناع. انا كنت منتظر هنا عشان اوريكم هالحاجه بس سواها اوريدي بسرعه سواها. خليه يبدي شغله. اوكي بدي شغله.
المفتاح على الطاولة، يبغون ان نشتت انتباهها وناخذ المفتاح. شوف ذاك، ها يحك وجهها. اوه لا تطلع تحت الطاولة، ابقى تحت الطاولة. ايش فيني انا؟ بيجي من هنا، خله يرجع. الحين نحتاج نسوي نشغل على هالآلة وننحاش. ناخذ المفتاح. سكس خذ المفتاح يا غبية. ما اقدر توصل لي صح؟ رجع مكانك. خلاص ما تشوفني، ارجع كمل شغلك حبيبي. انا شكله ما بتكلم في حالي. خلاص يا حبيبي روح. وين راح؟ ولا راحوا هنا؟ صاير هذي جلتش والله. ويش؟ ارجع 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 لطبخك، وراك شغل، وراك شغل يا حبيبي. شوفني الحين بصرخ مرة ثانية. اوكي لا طلع مرة ثانية، بغير مكاني. يدري والله لا اروح. مع السلامة. بسرعة بسرعة بسرعة، النبي جاي. بسرعة 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 بسرعة. دف 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 دف. اهرب. يلا ما في احد. روح 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 كمل شغلك. ثانك يو. مش تقفل الباب اللي وراه، فما نقدر نروح الا من هنا. هذا مكان الزباله. ولو تلاحظ اتوقع هنا في دميه او مجسم كسره، يمدينا نتسلق هنا. توقعنا وصلنا لنهاية الشابتر. زي ما قلت لكم اللعبة قصيرة شوي. وصلنا إلى غرفة المواعين. يبغونا الحين إن نروح إن نهرب من هنا. دقيقة، هل في شيء من هنا؟ لا أتوقع مسكر. ايه مسكر. اوكي الحين حلنا اننا نروح و نهرب من هنا. بيشوفوني طبعا. بسرعة بسرعة بسرعة. اوكي ممتاز. الحين يبغونا نروح نشغل هذا، نعكس سير سير اللي هو السير الموجود عشان نهرب منه. هذا عشان نهرب. طبعا بيجي الحين الحبيب. وين الثاني؟ اوكي الثاني مو هنا. فرصتنا الحين ان نتسلق هذا جبل الصحون. بسرعة 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 بسرعة. اركب اركب. ايه فوق، انا فوق. يلا
تقدر توصل لي. باي باي، مع السلامة. باي باي بالانجليزي، جود باي. هذا اذا ما نزلنا يبدي يمسكنا. بسرعة بسرعة، قوم 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 قوم. اوف اوف، انا مسكني. لو طحت على الصحون كان مدانا ينحاش. وين الحين بيرجعوني؟ من السير صح؟ لا لا، رجعوني من هنا. زين، وهروب. خلاص رحنا عنهم. باي باي، اوف، مع السلامة. وكذا وصلنا الى نهاية الشابتر الثالث. شوي شوي بس لا نطيح. اوكي، وصلنا الى نهاية الحلقة الثالثة من تختيم لعبة Little Nightmares الجزء الاول او كوابيس صغيرة. اتمنى ان الفيديو عجبكم، اذا عجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، وان شاء الله بشوفكم في الفيديوهات الجاية. مع السلامة.